روشني، انت لحالك؟ وين سيد هارت؟ مانو هون، راح هلأ طلع، قال انه رايح على مخفر الشرطة. مخفر الشرطة؟ بدك منه شي؟ ايه، كان بدي اياه ضروري كتير بصراحة، بس كان بدي اعتذر. روشني، انا بعتذر على الطريقة اللي حكوا فيها بابا وماما معكن، ضايقت كتير من كلامهم. روشني، لو حتى شو ما صار صدقيني انا رح ضل واقفة معكن، انت وسيد هارت ما بتستاهلوا، وبعرفكن كتير منيح. وقت اللي بفكر بسيد هارت وبشوف شو يلي عم يصير معه بتضايق عليه كتير، يعني ما حدا بيوقف معه مع انه هو منيح مع الكل. كريتيكا، يلي صار اليوم مو عادي، سيد هارت متضايق وواقع بمشكلة، ما حدا عم يصدق انه ما عمل شي، سمعته عم تتشوه ومانو قادر يعمل اي شي. ليكي روشني، انت لازم تقوي. بس المشكلة انا سبب اللي صار كله، هاي غلطتي أنا يا كريتيكا، هو ضل كل الوقت عم يقنعني إنه شاب نام بنت مانا منيحة، بس أنا ما رديت عليه أبداً. روشني، لا تلومي حالك، الحق مو عليك بنوم، هي عملت تمثيلية كبيرة كتير وأنقذت حياتك، لهيك ما صدقتي إنها مو منيحة. شوفي روشني، عن جد هذا اللي عم يصير معكن اختبار، لهيك لازم تهدي وتكوني قوية يا روشني، وإنتي قوية، أوعيك تضعفي بيوم حبيبتي.